نظم أهالي الأحواش في منطقة وادي النضارة بريف حمص الغربي احتفالا بميلاد السيدة العذراء التي تضمن صلاة الغروب أمام مزار العذراء وسط البلدة، متضرعين إلى الله أن يحفظ سوريا وأهلها ويمن عليهم بالصحة والعافية. نحن اعتدنا برعية الأحواش نحتفل بهذا العيد مثل اليوم تقريبا من 25 أو لحد 27 سنة. من جاي على هالمقام بنعمل صلاة بنسميها صلاة الغروب، وبعد الصلاة بنتوجه كلياتنا لنتناول الأكلة الشعبية اللي كتير المشهورة هون، هي الهريسي، هي لقمة محبة. من سنة 93 بنحتفل هون مقام العذراء دخيله، وشعب بيجتمع وبنعمل هيك هريسي عربية وبنصلي. وعيد ميلاد العذراء اكيد هو عيد مقدس، كلنا بنتبارك فيه وبنتقدس فيه، لانه بنعتبره بدايه جديده لحياه جديده ان شاء الله، وتكون سعيده للعالم كله وملئه الخير والبركه. الله يحمي سوريا، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله نخلص فيروس كورونا. تخلل الحفل تبريك اكله الهريسه الشعبيه التي تم توزيعها على اهالي البلده، فهي اكله الاعياد والمناسبات الحلوه التي تجمع الناس ولها حضورها اللافت في هذه المناسبه. نحن بكل سنة منجي لهون منصلي ومنطلب من العذراء دخيلة تتشفع بالبشر كلها، وهو بداية للفرح إن شاء الله، وإن شاء الله بلاد العذراء تكون خير علينا، ونتمنى لكل الشعب السوري الخير والسلام. أهم شيء العادات هي بتتجمع الناس مع بعضها، وهي المحبة، هي التسامح، هي مشان العالم تضل قلب واحد. احتفال هذا العيد أضفى بهجة على أهالي البلدة الذين يشاركون في إحيائه من كل عام حفاظا على هذا التقليد السنوي. من أمام مزار السيدة العذراء وسط بلدة الحواش بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.